في الحقيقة لا أعتقد بأن المعادلة تغيرت، وإنما التركيز أصبح الآن في العملية العسكرية الخاصة كما تسمى في موسكو على منطقة دونباس، أي على المنطقة التي سيطر عليها الانفصاليين. بالمناسبة قبل بدء العملية هم لم يسيطروا إلا على ثلث أراضي هذه المنطقة ضمن الحدود الأوكرانية، الآن يسيطرون على 90%، وهذا يعني أن هدف السيطرة الكاملة على هذه المنطقة قريب جدا. وبالتالي المهمة الأساسية للمرحلة الأولى من العملية قد تم إنجازها كما أفادت المصادر العسكرية الروسية. أما بالنسبة لبقية التطورات على الأرض فطبعا الكل يتابعها استنادا إلى تلك المصادر التي بحوزتها. هل هذا واضح يعني تماما سيدي أن فيجيني، روسيا هل هذا يعني أن موسكو بدأت بالمرحلة الثانية مما أسمته بأهداف العملية العسكرية الروسية؟ نعم بكل تأكيد هذا يعني أن هذه المرحلة الثانية ربما تكون مختلفة عن المرحلة الأولى، سواء من حيث الفترة أو من حيث ربما الوسائل التي قد تستخدم لبلوغ الأهداف الواردة في هذه المرحلة. ولكن ما من أحد يعلم بالتفصيل طبعا ما هي هذه الأهداف، وبكل تأكيد سنعرفها بمدى أو مع تطورات على الأرض لاحقا. طيب، ما الذي حققته موسكو من خلال العملية العسكرية حتى الآن؟ أتحدث هنا عن المرحلة الأولى. أولا الذي حققته موسكو تدمير البنية التحتية العسكرية بشكل شبه كامل للقوات الأوكرانية، ومن تسميه موسكو العسكريين الذين يسيطر عليهم من تسميهم روسيا بالنازيين الجدد. هناك تم تدمير تقريبا كل القوات الجوية وتدمير القوات البحرية أيضا، ويعني ذكرت مصادر عسكرية روسية بأن القوات البرية الأوكرانية أيضا تكبدت خسائر فادحة خلال المعارك التي جرت خلال الأسابيع الخمسة. ولكن سيد يفيجيني، يعني الناتو ينفي صحة أي تصريحات روسية بشأن تقليص العمليات العسكرية الروسية في بعض المناطق الأوكرانية، وأشار أيضا الناتو إلى أن هذه الخطوات الروسية جاءت لإعادة تموضع القوات الروسية في بعض المناطق الأوكرانية. الحقيقة أن روسيا تنظر إلى مثل هذه الأنباء والتصريحات على أنها أنباء زائفة، والهدف منها برأي روسيا هو إطالة أمد العملية العسكرية. يعني ما تتهمه الدول الغربية روسيا بأنها تريد إطالة أمد هذه العملية، روسيا تعيد الكرة إلى المعسكر الغربي وتقول إن الولايات المتحدة هي التي تهتم موضوعيا بإطالة أمد هذه العملية لإضعاف القدرات العسكرية الروسية ولجر روسيا أو لإغراقها في حرب الاستنزاف، التي تلك الحرب التي ربما لا ترى نهاية لها. يعني برأيكم، هل تصريحات الدفاع البريطانية بأن هنالك صعوبات تواجه القوات الروسية في تحقيق ما أسمته موسكو بأهداف العملية العسكرية؟ أنا لا أعتقد بأن هناك صعوبات يعني جوهرية تصطدم بها القوات الروسية، ولكنها طبعا مضطرة ربما لتغيير مسارات الهجوم والتركيز على المناطق التي تراها القيادة العسكرية ذات أولوية في هذه المرحلة بالذات. وبالتالي التركيز على دونباس كان أمرا متوقعا، بينما دخول القوات الروسية إلى كييف لم يتوقعه في موسكو مثلا الكثير من الأوساط العسكرية والخبراء في الشؤون العسكرية. طب ماذا بشأن ما قالت أيضا ونوهت عليه الدفاع البريطانية بنشر موسكو لقوات من الفاغنر الروسية؟ بالنسبة لقوات واغنر الروسية، روسيا سبق وأن أعلنت مرارا أن لا علاقة لهذه القوات بالحكومة الروسية، لأنها لا تمول هذه القوات، وهي تستخدم أساسا طبعا في مناطق وبلدان أخرى من العالم لربما أغراض الخدمات أو لحماية بعض المنشآت العسكرية أو لتدريب عناصر القوات المسلحة في هذا البلد أو ذاك على خوض العمليات العسكرية. طب ننتقل إلى ملف المفاوضات، يعني برأيكم سيدي فيجيني، ما الشائك الآن؟ ما الذي يعيق تقريب وجهات النظر ما بين الجانبين؟
أعتقد بأن هناك أولا بعض التقارب فيما يتعلق بإعلان أوكرانيا أنها مستعدة لتقبل مبدأ الحياد في سياستها وتعلن نفسها بأنها دولة ذات حياد أولا. ثانيا تتخلى أوكرانيا عن الانضمام إلى أي أحلاف عسكرية، وطبعا في طب المقام سيدي الأول فيجيني، إلى يعني الناتو، سيدي فيجيني، طب وهذا بحد ذاته ألم تكون هذه إشارة من أوكرانيا، كما أشار أيضا زيلينسكي في تصريحات سابقة بأن أوكرانيا مستعدة الآن لدراسة وقبول أيضا فكرة حياد أوكرانيا، ألم تكون هذه خطوة لتقريب وجهات النظر ما بين الطرفين؟ لا شك أنها خطوة باتجاه تقريب وجهات النظر والمواقف الروسية الأوكرانية، ولكن روسيا تراها غير كافية للحديث عن مثلا عقد اتفاقية هدنة أو اتفاقية السلام في المستقبل القريب. مع ذلك فإذا جرى هناك لقاء وزيري الخارجية الروسي والتركي يمكن أن نعبر عن بعض الأمال بأنها سوف تحرز نتائج إيجابية باتجاه المزيد من تقارب وجهات النظر وباتجاه المزيد من النقاط المشتركة، حتى يكون من الممكن الحديث عن عقد اتفاقية طويلة الأمد بين روسيا وأوكرانيا. هل من مطالب أخرى تريدها روسيا من خلال هذه المفاوضات التي تنعقد بين الحين والآخر مع الجانب الأوكراني؟ طبعا هناك مطالب، وهي مطالب ما يسمى بالسقف العالي، وهي اعتراف أوكرانيا بالقرم، شبه جزيرة القرم، كجزء من أراضي روسيا أولا، والاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. ولكن طبعا أوكرانيا تصر على ضرورة دراسة هذه الموضوع والتباحث فيها مع الجانب الروسي خلال فترة 15 سنة القادمة، لكن روسيا طبعا لا يلائمها مثل هذا الاقتراح. طيب بالنسبة لموضوع الضمانات الأمنية لأوكرانيا، يعني الدول الغربية رفضت أن تكون الضامن الأمني لأوكرانيا، هل بذلك يصبح ملف التفاوض في مأزق الآن؟ لا أعتقد بأنه أصبح في مأزق، لأن بعض الدول الغربية لمحت إلى أنها ربما ستكون دولا ضامنة. على سبيل المثال إيطاليا، إيطاليا أعلن رئيس وزرائها يوم أمس كما أعتقد بأن المهم أن روسيا وأوكرانيا في آن واحد طلبتا من إيطاليا أن تكون دولة ضامنة، وهذا يعني أن هناك توافق بين موسكو وكييف على اختيار بعض الدول الضامنة ومنها إيطاليا على سبيل المثال. إذا حظت دول أوروبية أخرى حظ إيطاليا، فيمكن أن يتزايد عدد الدول الضامنة، ولا شك أن روسيا تريد أيضا أن تنضم إلى قائمة هذه الدول. طب في حال عقد لقاء ما بين لافروف وكوليبا كما أشار وزير الخارجية التركي في وقت سابق على إمكانية حدوث هذا اللقاء ما بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني، هل من رسائل جديدة سيحمل بها لافروف خلال هذه المفاوضات الجديدة برأيكم؟ برأيي أنا لافروف ربما سوف يتوجه إلى الجانب الأوكراني بطلب إدراج المزيد من البنود التي تدل على بعض التنازلات الأوكرانية باتجاه إرضاء مطالب موسكو الأخرى، وربما يتم التركيز على هذا الموضوع بالذات، وربما أوكرانيا كذلك ستأتي بمقترحات جديدة أثناء هذا اللقاء، وهذا يعني أننا سنرى ربما بعض التقدم باتجاه عقد اتفاقية أو باتجاه عقد قمة روسية أوكرانية، الأمر الذي من شأنه أن ينهي عقد اتفاقية سلام بين روسيا وأوكرانيا.